ده مخ الضابط. بعد الحادثه حصل تلف في المنطقه دي، علشان يعيش كان لازم ننقله الجزء ده من حد تاني. لحسن حظه طبعا ان اللي جه معاه في الحادثه وتوفى كان جسمه بايظ خالص، بس كان لسه مخه سليم. سيادة خدتي الجزء ده من مين؟ من اللي جه معاه في الحادثه. الليل دي الحقيقه يا دكتور، المريض اللي عملت له عمليه فاق ومبهدل الدنيا. انا الليمبي ويعمل لجنة الحاصل حاصل لجنة لك تتصنع. انت حاسس بايه؟ اهدى بس، حاسس بايه؟ انا حاسس بخرم في دماغي. مين ده يا دكتورة؟ انا الليمبي. مش عارفة، انت واخد بنجي نام جمل. البنجي ما بيأثرت فيا. طبعا انت نقلتي له مخ من الكيف جاز. انا اللي نقل الحاجة ده منين؟ ها؟ الشكل ده مش غريب عليا. كهربت مخ زايدة جدا. يعني ايه؟ هينور كمان؟ الله، ده انت النحاس ده كمان. اوعى. ده مش رياض باشا يا دكتورة. الحقيقة أنا مش عارفة، أنا أول مرة تمر عليا حالة كده. أنا اللمبة، أنا اللمبة. إيه؟ هزعل دماغي هتبص كده حاجة. من قبل ما تبص. آه. اسمعني. رياض باشا فين؟ من ساعة البوم في بعضه ما اعرفش، انا فاكره لقيت نفسي هنا. انت مش عارفني؟ انا اللمبي. لما اخر حاجة اخليك تشهد معانا حاجة، اذا كنت كمان والله العظيم اقول الحق، انا اخر حاجة عملتها معاك نضفت الكلينيهات. الكلينيهات الكلينيهات يا عم انت، انت مش عارفني؟ ده انت جيت لي في وقتك. الله يخليك. اتفضلي يا دكتور، اتفضلي. اه طبعا، شوف جوزك عايز حاجة ولا؟ انا له كوباية لمونو. ايه هو حضرتك مش واخدة بالك من العملية اللي عملتيها ولا ايه يا دكتورة؟ والله العملية نجحت، واظن انت شفت مأمور السجن بتاعك وهو فايق وبيتكلم. اللي فايق السجين الهربان مش المأمور بتاعنا يا دكتورة. احنا مهمتنا انقاذ المريض، سجين بقى مأمور سجن. الفروض مش عندنا، انا شخصيا ما درستهاش في الطب. الحكاية مش بالسهولة اللي بتتكلم بيها دي يا دكتورة. انت عملتي جريمة هتوديكي في 60 داهية. انت مجنون؟ اه مجنون. انت خدتي موافقة حد قبل العملية؟ خدتي موافقة اهل الميت؟ خدتي موافقة اهل رياض باشا؟ والله انقاذ حياة الناس مفيش فيه استئذان. انت بتجربي في دماغ الناس يا دكتورة، هذه لوحدها نقابيا توقفك عن العمل. بآخر المتاجرة في الأعضاء. محصلش. حليني على ما تثبتي العكس، تكون سمعتك بقت في الحضيض. وهو الدكتور يا دكتورة غير سمعة. للأسف يا دكتورة انت انتهيتي، ومن مصلحتك محدش يعرف حاجة عن اللي حصل ده، وانا من ناحيتي مش هجيب سيرة لحد عشان انا راجل جدع. وانت دكتورة برضو ليك اسمك ومركزك وسمعتك ومش وش بهدلة. ولا انت وش بهدلة؟ الاسم لمبي عبد الله احمد، 24 قضية سرقة لعمه فقط. الحالة الاجتماعية أعزب ويقيم بشقة أحد أصدقائه بالسيدة زينب. يا الواد ده مقطوع من شجرة وملوش متوى. فرصتك يا آدم. شايفه طارت كده؟ انا اللي حاسس، بس بضرب واحد تاني. مش عارف اتوقف، مش عارف اتوقف. ايه اللي حصل لك انت سهران؟
فندم. حضرنا عصار من تتجد من مرايا انت. انت حيض المين؟ لسعادتك يا رياض باشا. انا مش رياض. انا لمي. كنت. انت قلت مين؟ كنت. لما دلوقتي سعادتك رياض باشا بشحمه ولحمه. اه فندم. يا عم هو في حد نادى عليك ولا انت بتخوفنا بزورك؟ انا معروف انا لسه كنت قدام المرايه في المستشفى دلوقتي جالي دخول في عقلي. انا مين؟ انا مش ناقص بسيطك. عندك حق يا ابني. اسف. انا شخصيا مش عارف اوصل لك الحكايه دي ازاي. حكايه الموضوع يا ابني. الموضوع ايه؟ حموت ولا ايه؟ يا ريت تموت تستريح بدري بدري وتريح كل اللي حواليك. الحكاية يا رياض باشا. انا مش زفت رياض. يا ابني افهم. بعد الحادثة جسمك اتعجن وكان لازم يتعمل لك عملية نقل جسم. نقل جسم؟ نسمع نقل دعالية، نقل خفيف، نقل كلية، انما نقل جسم ازاي؟ ده اللي حصل يا ابني. ده اللي حصل. ما لقيناش الا جسم رياض باشا قدامنا. اضطرينا نحطك جواه. طب هتيجوا تاخدونا امتى؟ نعم. بلاش دي، مستغربها قوي دي. يعني اللي بتقوله ده صح؟ بلاش دي. افرض ان انا طاقت في دماغي وحبيت اصحانا، اقلع قدامه ازاي ده؟ ولا يهمك اقلع. اقلع ازاي؟ ده انا مكسوف له. لا هو اللي هيتعرى مش انا. يا سيدي مالكش دعوه. خلاص. انت بقيت هو، هو بقيت انت، يعني انتوا الاثنين واحد. هو سعادتك الضابط اللي عمل العمليه؟ انت بتهزر؟ ده انت عامل كارثه. هي حاجه بسيطه؟ انت فاهم ايه؟ ده من يوم العمليه والدنيا مقلوبه. مجلس الامن مجتمع الامم المتحده. مجلس الامن؟ امال ايه؟ والامم المتحده؟ الامم المتحده. يعني ايه يعني خرج من المستشفى وهو في الحاله دي؟ ازاي؟ ما حدش شايفه؟ خد تعال. انت بتهرب؟ بتهرب ليه؟ بتجري ليه؟ ايه؟ مرعوب ليه؟ انا فكرك ضابط قاعد في العربية. ضابط وانت حرامي بتجري؟ يا نهار اسود من اولها. معلش. وايه دقنك دي؟ معلش دقنك ليه؟ انت اللي مسلمني الجتة كده. جتة ايه؟ انت بتبص تحت الرقبة اكتر. مفيش يا سيدي. المهم لازم تفهم ان انت رياض باشا مدير السجن. حاضر. انا رياض باشا مدير السجن ومش بس صح؟ ايوه بس مالكش دعوه بيا انا. رياض باشا بس. ايوه رياض باشا. انا رياض باشا بس كده. وانت هتفضل واقف في السجن تقول يا رياض باشا بس. لا بس عشان افتكر. بس عشان افتكر. واذا حد سالني اقول له رياض باشا بس عشان الظابط الزغنطه ده هو اللي قال لي. اللي هو مين بقى؟ اللي هو انت الظابط الزغنطه. انا الظابط الزغنطه. على العموم اعمل اللي انت عاوز تعمله. المهم اطمن انا هبقى دايما في ظهرك. أتعب يعني ولا إيه ده؟ لا مش أتعب يعني عشان أراقبك يعني هتلاقيني وراك يا جنبك يعني. لا أرسلك في حتة جنبي وراي عشان ما ألف ألقاك ما أضغش أنا بقى مش مخ. أنا هنلعب مساكة يعني. عاوز أقول لك اطمن أنا هبقى مراقبك عشان ما تغلطش. وأنت رياض باشا مدير السجن. فهمت؟ أنا رياض باشا مدير السجن. المدير السجن؟ المدير. لا معلش بقى. اركب. لا 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 يعني لا 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 والله سعادتك هو بنفسه قال لي وصلني على البيت الاول مش كده برضه؟ والله قلت له وصلني على البيت من المدة دي. بعدين عموما يا رياض باشا اتفضل روح انت مع المدام وانا حالاتي النهارده في السجن. سجن ايه ومدام مين؟ روح على امي. مين دي؟ دي مراتك. الله ده نهار اسود. يلا يا رياض. ايوه وصلنا على حدبك. ايوه ده النهار انت ما قلتش ان انا متجوزه قبل كده. مدام فايحة. ده مين؟ مدام فايحة. رياض يلا. أيوة. حاضر يا حاج على جاي. قلت لك خلاص. فايحة اسمها ايه؟ فايحة. فايحة. ده معطر ده. اتفضلي يا مدام. يلا فضلك يلا.
رياض انا عارفه ان انت زعلان مني، بس مش معنى كده انك انت تسيب البيت. انا صحيح ممكن اكون غلطت، بس ده اسم مزيكا ما يستاهلش كل ده. رياض انت جوزي وانا اكتر واحده لازم تبقى جنبك بعد العمليه، ده واجبي. انت ساكت كده ليه؟ هو حضرتك بتكلمني؟ امال بكلم مين؟ انا استقعنا كده فكرتك بتكلمني في النوض عيل. انت مال صوتك عامل كده ليه؟ الفنج معصفر، الفنج معصر يعني. الدكتور قال لي هيقعد بتاع حوالي يعني 9-6 سنين كده يعني. ادى انت ساكنه في القناطر الخارجيه؟